هربت من قانون منع الحجاب في فرنسا وتأسست في باريس سان جيرمان. هي نجمة جزائرية في طريقها لتنافس كريستيانو رونالدو على نجومية الدوري السعودي وتحرز جائزة الأفضل. فما قصتها وكيف ستتخطى أرقام الدون القياسية؟ لمعت نجومية لاعبة كرة القدم الجزائرية لينا بوساحة مع فريقها النصر السعودي خلال الموسم الحالي، حيث قدمت مستوى مميزا ولافتا للنظر بفضل تألقها الذي قادها إلى الفوز بجائزة أفضل لاعبة في بطولة الدوري السعودي. وتزاحم نجمة الجزائر لينا بوساحة لاعبة نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على النجومية بعد فوزها بجائزة أفضل لاعبة في الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2023-2024. حصلت لينا بوساحة نجمة الجزائر وصاحبة 25 عاماً على جائزة أفضل لاعبة عقب تتويجها مع نادي النصر العالمي بلقب الدوري السعودي للسيدات، وهو اللقب الذي يبدو بعيد المنال عن رونالدو وزملائه في منافسات الرجال هذا الموسم، كونهم يحتلون حالياً المركز الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين متخلفين بفارق كبير من النقاط عن فريق الهلال الأقرب للتتويج باللقب. وجنت نجمة الجزائر لينا بوساحة ثمار موسم مميز مع النصر بالإضافة إلى عامل التتويج باللقب الدوري السعودي، فإن لينا بوساحة فازت بجائزة أفضل لاعبة في المسابقة بعد تقديمها مستويات رائعة وتحقيقها أرقاما مميزة مع النصر خلال الموسم الكروي الحالي 2023-2024. لعبت لينا بوساحة دوراً كبيراً في نيل فريقها لقب الدوري السعودي للسيدات بعد تسجيلها 12 هدفاً وتقديمها 3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة ضمن المسابقة بمجموع إسهام تهديفي يساوي 15 هدفاً كاملاً. وأنهت لاعبة المنتخب الجزائري للسيدات مسابقة الدوري السعودي للسيدات في المركز الثالث ضمن سلم ترتيبات أفضل الهدافات بعد ابتسام جريدي صاحبة 17 هدفاً وأوريانا ألتوفي التي وقعت على 14 هدفاً. حيث ولدت لينا بوساحة في يوم 16 من يناير من عام 1999 في ضاحية سان داوني بالعاصمة الفرنسية باريس، وبدأت مشوارها في كرة القدم عام 2013 مع نادي راسينغ كلوب سان داوني قبل أن تنتقل بعدها إلى مركز تكوين نادي باريس سان جيرمان في 2016. ولعبت نجمة الجزائر مع باريس سان جيرمان ما بين عامي 2016 و2020، تخللها موسم إعارة إلى نادي ليل، ثم رحلت بعدها لحمل قميص نادي لوهوفر الفرنسي بين عامي 2020 و2022، لتنضم بعدها إلى النصر السعودي عام 2023. قررت لينا بوساحة تغيير جنسيتها الرياضية وحمل قميص منتخب بلدها الأصلي الجزائر في شهر سبتمبر 2023، ولعبت مع سيدات الخضر حتى الآن 7 مباريات وتمكنت في تسجيل هدفين اثنين. وتعتبر نجمة الجزائر لينا بوساحة من اللاعبات اللواتي يعول عليهن منتخب محاربات الصحراء مستقبلاً، خاصة أنها تمتلك إمكانات كبيرة ومكانة مرموقة، ودليل على ذلك هو فوزها بجائزة أفضل لاعبة في الدوري السعودي للسيدات هذا الموسم على حساب لاعبات محترفات أخريات كبار يقدمن أيضاً مستويات مميزة. وعقب هذا التتويج سارعت إدارة فريق النصر السعودي إلى تهنئة نجمتها الدولية الجزائرية لنيلها هذه الجائزة عن جدارة
واستحقاق بعد المردود الطيب الذي قدمته في البطولة من خلال منشور على منصة إكس تويتر سابقاً، كتبت فيه: السوبر لينا بوساحة الأفضل والأمهر والأمتع والأخطر أيضاً. وكانت لينا بوساحة لاعبة النصر قد فتحت النار على فرنسا في حوارها مع صحيفة ليكيب الفرنسية، وكشفت كواليس انتقالها إلى السعودية هرباً من قانون منع الحجاب في كرة القدم. لينا بوساحة لاعبة فرنسية من أصل جزائري، تخرجت من أكاديمية باريس سان جيرمان، ولعبت باسم فرنسا في المنتخب تحت 19 عاماً، والذي فاز بوصافة بطولة أمم أوروبا 2017. قالت لينا: رغبتي الأولى كانت البقاء في فرنسا، توقفت مسيرتي لفترة بسبب الإصابات، وعندما حان وقت عودتي لم أرد انتظار ما سيحدث، لأن الأمر كان سيكون مضيعة للوقت، كان علي اتخاذ قرار من أجل المواصلة. وفي عام 2020 أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرار حظر الحجاب ليكتسب أرضية كبيرة من المعارضة، ويبدأ السجال على مدار عامين، حتى قررت لينا في نهايتهم ارتداء الحجاب، وبالتالي لم يعد لها مكان في كرة القدم الفرنسية. أضافت: بعد ارتداء الحجاب علمت أن الأمور ستصبح معقدة بالنسبة لي في فرنسا، لذلك اتخذت قرار الانتقال إلى السعودية. رأيت نادي النصر مشروعاً كبيراً، والأمر في النهاية فاق توقعاتي.